متتبعي قناه الفاس بريس، مرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص اللي غنناقشوا فيه المجتمع المدني في مقاطعه الحسني. كما لاحظتوا معنا ان خلال الدور ما قبل الاخير لمجلس مدينه الدار البيضاء، مجموعه من جمعيات مقاطعه الحي الحسني انتفضوا في وجهاء العمده، معتبرين ان المجلس يهمش ولا تحقر هذه المقاطعه هذه. ولكن واش المجتمع المدني ولا الجمعيات اللي كاينه في مقاطعه الحي الحسني فاعله؟ واش تقدم عرائض وملتمسات من اجل الرفع من تنميه هذه المنطقه هذه، ولا فقط تكتفي بالشكوى وتكتفي يعني بان ترداد المقوله ان المقاطعه الحي الحسني هي منطقه محقوره؟ من اجل مناقشه هذه النقاط ونقاط اخرى نستضيف السي بوشعيب جميلي، فاعل مدني بمقاطعه الحي الحسني بمدينه الدار البيضاء. السي بوشعيب مرحبا بك. مرحبا السي بوستا. سي جميلي، واش المجتمع المدني ولا جمعيه المجتمع المدني في مقاطعه الحي الحسني بما فيها الحي الحسني وليس فاعل وفعال، ولا تبقى غير تشكا وتدير هذيك الشكوى وصافي؟ أولا أشكرك على هذا السؤال المهم. بالنسبة للجمعيات داخل مقاطعة الحي الحسني، من طبيعة الحال كاين هناك اجتهادات، كاين هناك انشغالات ديال المجتمع المدني، وخير دليل على ذلك هو ديك الوقفة الاحتجاجية للمطالبة بالرفع التهميش على مقاطعة الحي الحسني اللي داروها الإخوان مشكورين. أنا شخصيا كنعتبرها حركة يعني صحيحة وظاهرة صحية، يعني تستوجب واحد الوقفة من المنتخب، لأنها كتدخل في المقاربة التشاركية من خلال الإنصات ديال المنتخب يعني. وهذه كطرح لنا واحد الإشكالية مهمة، كيفاش يمكن لنا نوفق ما بين الديمقراطية التمثيلية والمقاربة التشاركية؟ هذا هو السؤال يعني اللي كيطرح نفسه. تقريبا دابا الحي الحسني شحال فيها جمعيات، وشنو هي الجمعيات اللي نشيطة في هذه المنطقة هذه؟ بالنسبة للجمعيات اللي نشيطة داخل مقاطعة الحي الحسني، أنه كنعرفوا الأهداف ديال الجمعيات والجمعيات علاش كتكون. كاين حسب القوانين الأساسية، كاين الجمعية اللي عندها مثلا اهتمام بالجانب الثقافي، كاين الجمعية اللي عندها اهتمام بالطفولة، كاين الجمعيات اللي عندها اهتمام بالبيئة. إذن وكاين الجمعيات اللي كترافع في الشأن العام المحلي، يعني في الشأن العام، إذن اللي كدير المقاربة التشاركية، لأن الفلسفة ديال المقاربة التشاركية هي فلسفة ديال الإنصات يعني. وشحال تقريبا العدد ديال الجمعيات قبل نوصلوا للمقاربة التشاركية؟ شوف تقريبا شحال؟ تقريبا إلا خدينا مثلا على سبيل المثال لساس، فأنا حسب المعطيات اللي عندي كاينه تقريبا واحد 1000 ديال الجمعيه. 1000 جمعيه في الليسيس بوحده، 1000 جمعيه. وكاين اساس على الجمعيات ولا ما كاينش؟ كاين معدوده على الاصابع اللي كتخدم معدوده على الاصابع. يعني راه يعني اش غنقول لك بالنسبه للعمل الجمعوي بصفه عامه. كاين الجمعيات اللي جاده ونشيطه وكتخدم وكتواكب الطفوله، كتواكب الشباب، كتواكب المجالات ديال مثلا ذوي الاحتياجات، كتواكب المسائل الاجتماعيه. وكاينه جمعيات اللي فاقد الشيء لا يعطيه، لانه ما يمكنش جمعيه مثلا كتسمع بتاسيس الجمعيه، كياسس الجمعيه ولكن من كينجي للميدان كيلقى ما يعطي. هاد الجمعيات اللي كاينه الان اللي هي نشيطه في مقاطعه الحي الحسني، واش هي تستمع للمواطن؟ لان هي حلقه توصل ما بين المواطن وما بين المنتخبين، واش هي تستمع اصلا للمواطن بالحاجات ديالو؟ من طبيعه الحال انا غنهضر على الجمعيه ديال الاخوان او المجتمع المدني ديال الاخوان ديال الحي الحسني اللي مشاو داروا احتجاجات مشروعه. من طبيعه الحال كما قلت لك بانها مشروعه، لانه علاش؟ لانه طال التهميش على مقاطعه الحي الحسني. يعني هذه راه دافعه اساسيه للمنتخب داخل مقاطعه الحي الحسني، انه باش يكون فعال وباش يتجاوب مع المطالب ديال الجمعيات اللي كترافع في الشان المحلي. اذا هي اللي مطلوب الان، اللي مطلوب اشنا هو؟ اللي مطلوب وكنعاود ناكد وكنعاود نركز هو المقاربه التشاركيه. المقاربه التشاركيه الدور ديال المنتخب راه ماشي منتهى عند يعني انتهى من التصويت صافي سالينا وهذه، ولكن الدور ديال الجمعيات هو تتبع المنتخب، تراقبه وتواكب العمل ديالو. هذا هو الدور. يعني هنا في كتبان الفلسفه ديال المقاربه التشاركيه، كنولي شريك معاك
ماشي في التسيير، ولكن كنولي شريك معك انك كتسمع ليا في اتخاذ القرار. لان القرارات ما بقاتش قرارات عموديه، انك تجي من الاعلى الى الاسفل، كتولي قرارات افقيه. والقرارات كل شيء تشارك في القرار، كل شيء كيشارك بدون تمييز. يعني ما يمكنش تمييز هذا على هذا على هذا، وكدير تشخيص تشاركي. بالنسبه للتشخيص التشاركي واللي هو مهم، واللي هو حلقه مهمه في المقاربه التشاركيه، كتنزل كتصنت المواطن. بحال مثلا عندنا مقاطعه الحي الحسني كاينه مشاكل عديده اللي كطرح. مثلا كاين عندنا مشكل ديال الباعه المتجولين، سواء في مقاطعه الحي الحسني سواء في ليساسا. هذه معضله خاصها تحل، لان هذه من مطالب ديال المواطنين. عندهم جمعيات من حقهم انهم يطالبوا، حقوقهم مشروعه. عندنا مثلا مساله ديال التحفيظ، التحفيظ ديال الممتلكات. هذه مسائل اللي طال الامد ديالها. عندنا مثلا بعض المناطق اللي فارغه خصو يكون فيها انصات، مثلا مقلع السلباوي. مقلع السلباوي خصو يتخاذ بعين الاعتبار انه راه ما عندناش، عندنا ضعف في الوعاء العقاري على مستوى مقاطعه الحي الحسني. اذا هذا الوعاء ديال مقلع السلباوي هو دافعه اساسيه باش ننمو المنطقه، باش نحطوا فيها المشاريع اللي غتكون هادفه. بالنسبه لك الحي الحسني، خاصه باش فاش دمجت مع مقاطعه ليساس سابقا، يعني ما قدرش دير الاقلاع. علاش في رايك انت فاعل مدني وفاعل نشيط في المنطقه، علاش ما مقاطعه الحي الحسني ما دارش واحد الاقلاع؟ يعني الا خدنا غير مقاطعات اخرى في مدينه الدار البيضاء، يعني شويه تنشوفوا شويه التقدم وشويه التطور. شوف انا غادي نكون معك صريح. اولا مقاطعه الحي الحسني من حيث المساحه اكبر المقاطعات. قد هذه الاخوان كلهم لا في المجتمع المدني ولا كيديروا التمثيليه السياسيه، كلهم متفقين بانها من اكبر المقاطعات في الدار البيضاء. اولا من حيث المساحه، ثانيا من حيث الكثافه، عدد السكان، من حيث عدد السكان. اذا كاينه واحد الكثافه كبيره. اذا باش نحلوا هذه المشاكل هذا خصنا نشاركوا معنا المجتمع المدني، خصو يكون واحد المقاربه تشاركيه مع المجتمع المدني. اذا هذه ضروره ملحه، يعني ضروري الانصات المجتمع المدني. ضروري الانصات المجتمع المدني، ونحلوا المشاكل ونحاولوا نعطوا واحد الوجه حقيقي. وخص مجلس المدينه، يعني راه من 2003 كاينه مشاريع اللي عالقه. خص مجلس المدينه في الدار البيضاء كلها يعرف بان مقاطعه الحي الحسني راه ولات عنده من الاولويات ديال التنميه. علاش من الاولويات التنميه؟ اولا المدخل الجنوبي للدار البيضاء، ثانيا كتدخل في واحد الاطار ديال المدينه الذكيه، وقريبه من مشروع اللي كبير وانيق وعنده واحد الجماليه هندسيه اللي هو ديال الانفاق. اذا ولات من الضرورات الملحه للناس ديال المكتب ديال مجلس الدار البيضاء، خصو ياخذ بعين الاعتبار. البعض الاصوات تقول ان الان ما كاينش عند مبرر لا على المقاطعه لا على مجلس المدينه باش ما يتمش الاهتمام بهذه المقاطعه الحي الحسني. علاش؟ لان نفس الحزب الذي يوجد على راس مقاطعه الحي الحسني هو الذي يوجد على راس مجلس المدينه، هو الذي يوجد على راس، او ماشي نفس الحزب يعني نفس التحالف السياسي، هو اللي تيقود الحكومه. يعني واش تتفق مع هذا الراي هذا؟ بالفعل كنتفق معك في هذا الراي. لانه علاش؟ لانه دابا ما عندنا حتى مبرر باش نجيو غدا ولا باش غدا نقولوا للمواطن راه حنا ما درنا لك والو. حنا كنسيروا يعني بتحالف حزبي. عندنا مثلا المقاطعه كتسير بهذه بتحالف حزبي، عندنا مجلس المدينه للرئاسه نفس التحالف والرئاسه ديالو اللي تجمع الوطني الاحرار، عندنا مجلس العماله نفس التحالف واللي كيسير هو البام، عندنا الجهه بنفس التحالف واللي كيسير هو الاستقلال. اذا لا داعيه والحكومه، اذا لا داعيه يعني ما بقاش عندنا حتى مبرر باش نخرجوا القرارات الصائبه للمقاطعه الحي الحسني. سي جميل، شكرا جزيلا على قبول الدعوه. متتبعي قناه الفاس بريس، الى لقاء في فرصه قادمه ان شاء الله.